بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم بالخبير الاستراتيجي اللواء دكتور أحمد درويش. هنتكلم على خسائر أثيوبيا بالجملة نتيجة رد الجانب السوداني بعنف على اختراق الحدود الدولية، وآخر قطعة حررتها الجيش السوداني هي منطقة برقط التي تقترب من السد. وأثيوبيا تعاني الأمرين من قبيلة التجري التي تحدث بها خسائر يومية، وجيشها الذي اخترق الحدود السودانية حدث به خسائر بالجملة، واستعادت القوات السودانية الأراضي التي اخترقتها القوات الأثيوبية وصلت إلى تحرير آخر قطعة في الأراضي السودانية وهي برقط. والقادم هو أن تستولي السودان على السد لأنه أرض سودانية، وفي معاهدة 1902 تم ترك هذه القطعة للأثيوبيين بشروط ألا يتم بناء أي منشآت مائية عليها، وطالما أنشأت أثيوبيا سد نهضة عليها إذن أصبح الاتفاق لاغي، وأصبح من حق السودان إعادة الأرض إلى السودان مرة تانية. أثيوبيا التي تعاني الأمرين داخليا والتي تتمزق وتخترق داخليا تخترق الأراضي السودانية فتصدها القوات السودانية وتحدث بها خسائر فادحة وتعدها إلى أدراجها مرة تانية وتقهرها وتحدث بها خسائر فادحة. في نفس الوقت بيحاول يخترق ولاية تجري عنده، والجيش التجري اللي هو جيش الثوري اللي موجود في تجري اللي هو 250 ألف مقاتل بيتصدى هذا العدوان، رغم أن العدوان على السودان وعلى تجري دلوقتي هو قوات سودان أثيوبية وقوات أريترية، يعني أريتريا بتعاون في الهجوم على السودان وبتعاون في الهجوم على تجري. رغم ذلك فخسائره فادحة سواء في قوات الأثيوبية الاتحادية أو في قوات أريتريا التي تعاون هذا الاعتداء على الأراضي السودانية وعلى قبيلة تجري. أبي أحمد يرتكب جرائم حرب يوميا في قبيلته قبيلة تجري، وأخطأ خطأ فادحا عندما اخترق الحدود السودانية لأن الجيش السوداني رفع درجة السد ورد عليه. الرئيس السيسي بقى سيقوم بزيارة هذا الأسبوع ومعه وفد رفيع المستوى إلى السودان. هنا الرد العملي، الدعم المصري الكامل للسودان حتى تستطيع تحرير باقي أرضها، وباقي أرضها هي منطقة السد. إذن القادم هو مع تعنت أبي أحمد واستمرار التهديد بالملء الثاني وكمان نفاذ صبر مصر التي سعت سياسيا ودبلوماسيا لإنهاء المشكلة، أصبح ليس أمامنا الآن إلا الخيار العسكري في حالة بدء إجراءات الملء، وليس الملء. إجراءات الملء يعني إيه؟ يعني إيه في الفتحة اللي هي ماشية على نهر النيل ويبدأ في عمل الارتفاعات اللي هي 10 متر، لأن الملء ده يقصد به تغطية التوربينات عشان يولد كهرباء. أبي أحمد يكذب على شعبه ويتجمل، وخسائره الآن بالجملة وخسائره في طيرانه حتى الآن 4 طيارات من 23 طيارة لعيلته. الراجل ده جاب طيارات بدون طيار باع فيها شركة فودافون عشان يجيبهم. الرجل ده بيتعنت حتى يشغل وبيشغل جيشه في حروب خارجية حتى يشغل الرأي العام الداخلي ويخفف الضغط اللي موجود عليه ويمنع الثورة الداخلية ضده. إذن أبي أحمد ينتحر سياسيا، ومصر نفذ صبرها والسودان ترد على اختراقه بقوة، يبقى أبي أحمد بياخد خسائر، فاتح جبهتين، جبهة في تجري بينال منها الأمرين يوميا وخسائر يومية، وجبهة باختراق السودان ورد الجيش السوداني بعنف حتى وصل منطقة برخت التي الحدودية، وهنا أصبح الجيش السوداني بالقوة الجبرية
رد الجيش الاثيوبي الضعيف المستوى، الضعيف القدرات. النهارده اسرائيل موجوده في السد، وتركيا موجوده في السد، وطائرات بدون طيار من تركيا اللي هي اشترت شركه فودافون عشان تديها له، وكذلك دعم بالصواريخ الدفاع الجوي من اسرائيل على السد. كل الكلام اللي موجود ده لا يساوي شيء مع احتمالات الضربة العسكرية المصرية التي نفذ صبر مصر سياسيا ودبلوماسيا. مصر طالما نادت بالسلام وتنادي بالسلام، ولكن هذا الرجل الذي يريد أن ينتحر سياسيا ليغطي على مشاكله الداخلية وليجمع الشعب مرة تانية جنبه بدل ما هو الشعب دلوقتي ضده، الرجل ده عايز يضحي ببلده عشان يضمن مركزه ومنصبه. هذا الشخص الخبيث الداهية الذي لا يرى إلا منصبه، لا يرى ضعف قواته، ولا يرى الخسائر اللي بيمنى بها يوميا. خسائر أثيوبيا الآن تفوق خسائرها في 5 سنين. الرد السوداني كان فظيع عليه واستعادوا أرضهم. رد تجري على لمدام اخترق العاصمة عندهم كان قويا وشديدا، ورغم انه استعان بجيش اريتريا يساعده الا ان خسائره هو واريتريا اصبحت بالجملة الان، وهو يعاني يوميا. النهاردة قبيلة الامهرة اللي هو بتقول له هترجع لي الارض اللي كنت بزرعها اللي خدوها السودانيين هتنقلب عليه، يبقى ما فيش حد بيأيده، يبقى الرجل ده الى زوال. طيب واحد يقول لي مصر ما بتضربش دلوقتي ليه؟ لان مصر شايفة الوضع السياسي عنده. الرجل ده بيحترق داخليا، الرجل ده على حافة الهاوية، الرجل ده على وشك الانتهاء، الرجل ده بيخسر بالجملة، الرجل ده جيشه فيه خسائر فادحة دلوقتي، جيشه هينقلب عليه وبلده هتنقلب عليه، وهو الوضع طبيعي هيتغير لان الظروف كلها ضده. الرجل ده تعمد الخشونة واللقاءات المتعددة ضد مصر، وأعلن أنه هيبدأ الملء الثاني وما عملش أي إجراءات للملء الثاني حتى الآن، لأنه عارف أن الخط الأحمر المصري لو بدأ في الملء الثاني ستقوم مصر بضربه بضربة عسكرية سيتم فيها بقى. المتوقع هو الاستيلاء على السد بالتعاون مع الجانب السوداني وتدميره أو التفاوض عليه ووضع الاتفاقية الدولية عليه في الوقت ده. إذن القادم احنا شايفينه بيبشر بحرب شاملة، بحرب شاملة، لأن رئيس أثيوبيا أراد أن يجمع شعبه ضد عدائيات خارجية، فبيحاول دلوقتي يعلي درجة التهديدات والحرب ضد مصر والسودان. واخترق فعلا أراضي سودانية والجيش السوداني رد عليه بقوة، وآخر موقع هو برخت الذي يحرره الجيش السوداني اليوم، حرره اليوم. ثم بدأ الجيش السوداني يضرب بالمدفعية على القوات اللي موجودة حول السد دلوقتي. إذن القادم هو تحرير أرض السودان التي بني عليها السد، وذلك بتعاون مصري. وزيارة الرئيس السيسي القادمة في آخر الأسبوع ده إلى السودان تؤكد أن هناك تعاون استراتيجي عسكري وسياسي بين مصر والسودان، التي تعلم جيدا، السودان تعلم جيدا أن الملء الثاني هو عبارة عن وقف مصالح والإضرار بمصالح 20 مليون مواطن سوداني، وأن الملء الأول أضر ب5 مليون مواطن سوداني، وأن السد فعلا هو كارثة على السودان قبل أن يكون على مصر. وبالتالي تغير الموقف السوداني وتبدل، وهنا الرئيس السيسي الدبلوماسي اليقظ الذي يعمل لصالح بلده واستراتيجيتها بدأ فورا بتخطيط لزيارة على أعلى مستوى بها رجال وممثلين على أعلى مستوى للتفاهم مع الجانب السوداني والأخذ بيده ودعمه كما يدعم الآن ليبيا في محاولة التحول السياسي إلى السلام. إذا مصر الآن نفذ صبرها، مصر الآن تتعاون مع السودان، وقد يكون القادم إذا فكر
في إعادة الملء هو الضربة العسكرية، إما لتدمير السد بالمياه اللي فيه دلوقتي، وده يسهل جدا تدميره لأن وجود المياه يصعب عليهم الإصلاح ويساعد على التدمير بالمياه دي. وهنا تتصرف السودان ومصر بفنية لإبعاد المياه اللي تؤثر على السودان، أو لأنه إذا ملأ الملء الثاني فإن الخطر داهم على السودان عند ضرب السد. وهنا يبقى الرجل ده بيفرض الأمر الواقع على مصر، ومصر قالت كلمتها والخط الأحمر، لا أثيوبيا ولا إسرائيل المتواجدة دلوقتي في السد ولا تركيا ولا أي دولة في العالم تستطيع أن تفرض الأمر الواقع على مصر وجيشها قادر على الردع. إذن القادم هو أن مصر نفذ صبرها، وأن إذا هذا الرجل بدأ بالملء فإن الضربة العسكرية المنسقة بين مصر والسودان ستكون ضربة قوية للاستيلاء على السد تهيئة لتدميره أو فرض الإرادة على الجانب الأثيوبي طبقا للمصالح المشتركة وبما لا يضر جميع الأطراف. هذا قولا واحدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.